طيب، وهل استعنتوا بعدد من الأطباء للزيارات المجانية لأهالي المنطقة اللي زرتوها؟ هو احنا طبيعي حاليا شغالين في مع الاسر، يعني بنبقى عايزين نعرف كل حاجه اللي فيها، يعني بننزل للاسره بنرصد حالتها كامله، سواء صحيه او تعليميه او الدخل قد ايه، او افراد الاسره كلهم حالاتهم الصحيه او محتاجين رعايه طبيه او كده. فاحنا احتاجنا في ناس كتير بيتعاونوا معانا من المتطوعين، احنا حوالي 60 واحد، في ناس بتنزل تتعاون مع تتكلم مع الاسر وتعرف عنها كل حاجه. احمد صلاح واسلام متولي، بجد نورتونا النهارده، والعمل اللي بتعملوه ده بجد يعني اكيد هيفيد البلد جدا، لان مش ناس كتير بتفكر في العشوائيات. كلنا لازم نبتدي نفكر فيهم مع بعض، ولازم كلنا ننضم لكم، ولازم رجال الاعمال كمان يشوفوكم، ولازم كلنا نساعدهم. ان شاء الله بقى، بس قبل بس الحلقه ما تخلص، انا كنت علشان يعني انا اتمنى بعد الحلقه النهارده الاقي ناس متطوعين كتير جدا بيتواصلوا معانا، الاقي رجال الاعمال بيتواصلوا معانا، فاسمح لي بس اقول الويب سايت بتاعنا. يا ريت. احنا الويب سايت بتاعنا اللي يحب يتواصل معانا باي نوع من التواصل، www.ruya-eg.com، رؤيا r o 2 y a - eg.com. طيب، ميرسي ليكو، وان شاء الله يعني مزيد من التقدم وتحققوا كل الانجازات اللي انتوا نفسكم يا رب تحققوها. بإذن الله. ميرسي. مشاهدينا، خلصت فقرتنا، ولسه مكملين معاكم باقي فقرات. نهارك سعيد.